تعالي تعالي بس. اوكي تسمحي لي بالرقصه دي؟ اوكي. خير؟ ايه اللي حصل؟ انت مش كنت مكتئب؟ ابراهيم اتغير، ظهر وطلبنا، رجعنا تاني. انت اللي رجعت تاني؟ هو احنا مش كنا خلصنا من ابراهيم ده؟ انا مش قادر افهم انت ليه كره الراجل ده. عشان بيبص لي، عشان عايزني. لا بجد موهومه والله، ابراهيم الجيار يبص لك انت؟ اه يبص لي انا؟ حظي الزفت خلاه يبص لي، اعمل ايه بقى؟ نانسي خلصنا بجد، ابوس ايدك. ممكن بقى تساعديني احضر الشنطه عشان هو عايزني ولازم اروح له؟ انا مش هاجي معاك. هو ما طلبش انك تيجي اصلا، ما تشيل الوهم ده من دماغك بقى. هو انت ما بتغيرش عليا؟ مش متضايق ان في راجل تاني بيبص لمراتك؟ قصدك ايه؟ ان انا مش راجل؟ اللي يعمل كده ما يبقاش راجل.